اخر مره كنت موجود معايا قبل ما اطلع الاجازه دي كنا قاعدين يعني اتخانقنا شويه كده في الاستوديو، بقول لك الاسعار يا حاج وبتعملوا ايه واظبطوا الدنيا شويه علينا. فقول لي بقى الفتره اللي فاتت وصولا للنهارده، في حاجات بتنزل وفي حاجات ثابته وفي حاجات برضو بتزيد غصب عننا، ولسه كنت بقول ما بين الجمله وصولا للتاجر التجزئه وبعد كده انا بدفع انا الفاتوره. اديني بقى الوضع كده في الاسواق وايه اللي بيحصل النهارده. والله هو بالنسبه للاسعار دلوقتي ما فيش اسعار غاليه، عشان برضو ما عايزين احنا دلوقتي بنتكلم لازم نعرف الحاجه بتبقى بكام تبقى غاليه. يعني الحاجه لما بتبقى غاليه التكلفه زادت، التكلفه زادت على الفلاح، الايجار بتاعه زاد، الاسمده زادت، المبيدات زادت، النقل زاد. فاصبح بالنسبه للسلعه تكلفتها الاساسيه من مصدرها مرتفع، فده بيأثر على كميه الانتاج اللي بتطلع. كميه الانتاج لما بتقل المعروض بيقل فبيرتفع الاسعار. ده امتى؟ مع سوء احوال جويه، لو سلعه جت معينه في فصل احوال جويه او درجه حراره شديده او بروده شديده بيقل الكميه اكتر فالسعر بيغلى اكتر. طيب. لكن دلوقتي في الفتره الحاليه ما فيش ارتفاع في الاسعار، لما نيجي نقارن الاسعار بالتكلفه والوضع اللي موجود في سوق الجمله او بالنسبه للمنتج الاسعار مش غاليه. يعني سعادتك الطماطم النهارده من 15 جنيه قفص الطماطم، انضف طماطم ب 40 جنيه، يعني الكيلو بتراوح من 75 قرش ل 2 جنيه جمله. تكلفة القفص ده على الفلاح المنتج المزارع بتاعه فوق ال 20 جنيه. فوق ال 20 جنيه تكلفته الفعلية على الفلاح فوق ال 20 جنيه. فاحنا عايزين الأسعار تبقى في متناول الجميع بس بحيث إن هي ولا تسقط في السوق خالص، فالمزارع يخسر فيبتدي يزرع مساحات أقل، المعروض يقل، تغلى الأسعار تاني. بطاطس سعادتك النهارده ب 90 وجنيه وربع الجديدة اللي هي بين سويف والمنيا، البطاطس التانية ب 2 جنيه وب 2 جنيه وربع. يعني لما تبقى بطاطس ب 90 قرش وبجنيه وربع الكيلو بتتباع في سوق الجملة، المزارع جمعها وعباها في شولة وخيش ونق تصفي له كام الكيلو؟ ما تجيبش التكلفة بتاعة التقاوي بتاعتها. فلو سقطت الأسعار للدرجة دي مش من المصلحة العامة أساسا. هي من مصلحة المواطن اللي بيشتري. المواطن سعادتك يعني مش عايزين المواطن يجي ياخد مره الطماطم ب 10 جنيه كيلو ويجي مره ياخدها بجنيه كيلو. لا، الطماطم لما ياخدها بسعر 3 جنيه كيلو يبقى سعره مناسب، او 3.5 ل 4 جنيه كيلو ده سعر مناسب للمستهلك ويبقى مناسب للمزارع ومناسب لكل الاطراف بهامش ربح محدود، السعر العادل بهامش ربح محدود ويكون متناسب مع الجميع بالتكلفه بتاعته. لكن احنا مش المصلحه العامه، يعني مش من مصلحتنا ان الاسعار تنزل مره واحده او تسقط خالص ما تجيبش التكلفه الفعليه بتاعتها.